أنا مايدة محمد المر، أصغر إعلامي إماراتي. طبعاً فخور جداً بمشاركتي في شهر الابتكار لدولة الإمارات، وتحديداً في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. طبعاً أنا أعتبر شهر الابتكار هو شهر مميز لدولة الإمارات، اللي دائماً يبدأ أو يدعم الأطفال واليافعين نحو الابتكار والتميز والإبداع وتنمية قدراتهم الذهنية والعقلانية. طبعاً أشكر كل القائمين على هذه المبادرة الطيبة اللي دائماً نتميز فيها علشان نبدأ ونطلع كل قدراتنا العقلية. شكراً من القلب، والابتكار يبدأ.